خانہ ودان مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے. شاہ کے دیدار کے پنجے کے لیے نزدیک آئیے خانہ ودان مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے. بسم اللہ. امر مکی صاحب. امر حاضر امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سجد وجهي إليك وتوكلت عليك منك قوتي وأنت قسمتي يا رب العالمين اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى الأئمة الأطهار وعلى حجة الأمر صاحب الزمان والأسر إمامنا الحاضر الموجود مولانا شاه كريم الحسين اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم يا مولانا أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مولانا منك مددي وعليك مقتمدي إياك نعبد وإياك نستعين يا علي بلطفك أدركني لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين علي الله مولانا شاه كريم الحسين الإمام الحاضر الموجود اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لا إله إلا الله الحي القيوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق اليقين لا إله إلا الله مالك يوم الدين لا فتى إلى علي لا سيف إلا ذو الفقار توسلوا عند المصائب بمولاكم الحاضر الموجود شاه كريم الحسين اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسلك المقربين وأئمتك المطهرين وبحق مولانا وإمامنا شاه كريم الحسين اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسهل أمورنا وارزقنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير يا علي يا محمد يا محمد يا علي. يا إمام الزمان يا مولانا أنت قوتي وأنت سنتي وعليك اتكالي يا حاضر يا موجود يا شاه كريم الحسين أنت الإمام الحق المبين اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
اللهم بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين. اللهم بحق مولانا علي مولانا الحسين مولانا زين العابدين مولانا محمد الباكر مولانا جعفر الصادق مولانا اسماعيل مولانا محمد بن اسماعيل مولانا وفي احمد مولانا تقي محمد مولانا رضي الدين عبد الله مولانا محمد المهدي مولانا القائم مولانا المنصور مولانا المعز مولانا العزيز مولانا الحاكم بامر الله مولانا الظاهر مولانا المستنصر بالله مولانا النزار مولانا الهادي مولانا المقتدي مولانا القاهر مولانا على ذكره السلام مولانا على محمد مولانا جلال الدين حسن مولانا على الدين محمد مولانا ركن الدين خير شاه مولانا شمس الدين محمد مولانا قاسم شاه مولانا اسلام شاه مولانا محمد بن اسلام شاه مولانا المستنصر بالله مولانا عبد السلام مولانا غريب ميرزا مولانا ابي الزر علي مولانا مراد ميرزا مولانا ذوالفقار علي مولانا نور الدين علي مولانا خليل الله علي مولانا نزار مولانا سيد علي مولانا حسن علي مولانا قاسم علي مولانا ابي الحسن علي مولانا خليل الله علي مولانا شاه حسن علي مولانا شاه علي شاه مولانا سلطان محمد شاه وبحق مولانا وإمامنا الحاضر الموجود شاه كريم الحسين ارحمنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. شاه جديدار شاه جديدار. اللهم لك سجودي وطاعتي. كان ودان مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے. تسبیح پڑھے مشکل آسان کی. یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام گج جماعت کی کل مشکلات آسان کر. یا علی یا علی یا علی. علی اللہ تسبیح کی وینتی کرشن امر پٹھیاں شاہ اپنے حضور میں قبول کر. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام دعانیت خیر الہی خیر عاقبت کی خیر کر. یا علی تو خیر کر. خیر کی وینتی خیش امر پٹیاں شاہ اپنے حضور میں قبول کر. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المؤمنین علی اللہ. جماعت کے ہے زندہ قائم پائے. خانہ ودان مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے. خانہ ودان مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے. شاہ کے دیدار کے پنجے کے لیے نزدیک آئیں خانہ ودان مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے. بسم اللہ امر مکھی صاحب امر حاضر امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سجد وجهي إليك وتوكلت عليك منك قوتي وأنت عصمتي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى الأئمة الأطهار وعلى حجة الأمر صاحب الزمان والعصر إمامنا الحاضر الموجود مولانا شاه كريم الحسيني. اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم يا مولانا أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مولانا منك مددي وعليك معتمدي إياك نعبد وإياك نستعين
يا علي بلطفك أدركني، لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين علي الله، مولانا شاه كريم الحسين الإمام الحاضر الموجود، اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا إله إلا الله الحي القيوم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق اليقين، لا إله إلا الله مالك يوم الدين، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، توصلوا عند المصائب بمولاكم الحاضر الموجود شاه كريم الحسيني، اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسلك المقربين وأئمتك المطهرين، وبحق مولانا وإمامنا شاه كريم الحسيني، اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسهل أمورنا وارزقنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. يا علي يا محمد يا محمد يا علي. يا إمام الزمان يا مولانا، أنت قوتي وأنت سندي وعليك اتكالي. يا حاضر يا موجود يا شاه كريم الحسيني، أنت الإمام الحق المبين، اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين. اللهم بحق مولانا علي مولانا الحسين مولانا زين العابدين، مولانا محمد الباقر، مولانا جعفر الصادق، مولانا إسماعيل، مولانا محمد ابن إسماعيل، مولانا وفي أحمد، مولانا تقي محمد، مولانا رضي الدين عبد الله، مولانا محمد المهدي، مولانا القائم، مولانا المنصور، مولانا المعيز، مولانا العزيز، مولانا الحاكم بأمر الله، مولانا الظاهر، مولانا المستنصر بالله، مولانا نزار، مولانا الهادي، مولانا المهتدي، مولانا القاهر، مولانا على ذكره السلام، مولانا على محمد، مولانا جلال الدين حسن، مولانا على الدين محمد، مولانا ركن الدين خير الشاه، مولانا شمس الدين محمد، مولانا قاسم شاه، مولانا إسلام شاه، مولانا محمد بن إسلام شاه، مولانا المستنصر بالله، مولانا عبد السلام، مولانا غريب ميرزا، مولانا أبي الذر علي، مولانا مراد ميرزا، مولانا ذو الفقار علي، مولانا نور الدين علي، مولانا خليل الله علي، مولانا نزار، مولانا السيد علي، مولانا حسن علي، مولانا قاسم علي، مولانا أبي الحسن علي، مولانا خليل الله علي، مولانا شاه حسن علي، مولانا شاه علي شاه، مولانا سلطان محمد الشاه، وبحق مولانا وإمامنا الحاضر الموجود شاه كريم الحسين ارحمنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. شاه جريدار، شاه جريدار. اللهم لك سجودي وطاعتي. خانوادان، مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے. اللہ میریا تسبیح پڑھے امام زمان کے مبارک نام کی. یا علی یا محمد یا علی یا محمد یا علی
محمد يا علي يا 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 محمد علي الله يا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام گج جماعت کی کل مشکلات آسان کر یا مولانا حاضر امام گج جماعت کے کل گناہ معاف کر یا مولانا حاضر امام گج جماعت کی کل بلائیں آفتیں اور بیماریاں دفے کر یا مولانا حاضر امام گج جماعت کی روزی کمائی میں برکت دے یا مولانا حاضر امام گج جماعت کو دسون سکریت میں پورا رکھ یا مولانا حاضر امام گج جماعت کے پشت پناہ ہو یا مولانا حاضر امام گج جماعت کے اخلاص اور محبت میں اضافہ کر یا مولانا حاضر امام گج جماعت کو حقیقتی سمجھ دے یا مولانا حاضر امام گج جماعت پر رحم کر اور راضی ہو یا مولانا حاضر امام گج جماعت کا ایمان آخری دم تک سلامت رکھ یا مولانا حاضر امام گج جماعت کی کل نیک امیدیں پوری کر یا مولانا حاضر امام تسبیح پڑھوانے والوں کی کل مشکلات آسان کر یا مولانا حاضر امام ان کی کل بلائیں آفتیں اور بیماریاں دفے کر یا مولانا حاضر امام ان کی کل نیک امیدیں پوری کر یا مولانا حاضر امام پاکستان کو ترقی اور آبادی دے یا مولانا حاضر امام دنیا بھر کے اسماعیلیوں کو سکھی سلامت آباد رکھ یا مولانا حاضر امام دنیا میں امن و امان قائم کر یا مولانا حاضر امام گج جماعت کو اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب کر یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام گج جماعت کی عرض وینتی گریہ وزاری اپنے حضور پر نور میں قبول کر علی اللہ تسبیح گریہ وزاری کی وینتی خیش امر پٹھیاں شاہ اپنے حضور میں قبول کر نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام دعا نیت خیر آمین الہی خیر آمین عاقبت کی خیر کر آمین یا علی تو خیر کر خیر کی وینتی خیش امر پٹھیاں شاہ اپنے حضور میں قبول کر نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ واشهد ان علي امير المؤمنين علي الله جماعت کے ہے زندہ قائم قائم کانا ودان مولانا حاضر امام گج جماعت کو سکھی سلامت آباد رکھے آمین ایمان دیدار نصیب کرے آمین روزی کمائی میں برکت دے آمین مولانا حاضر امام گج جماعت کی کل نیک امیدیں پوری کرے آمین کانا ودان آمین کانا ودان آمین